هنا ابتدى الشغف ياخدني وابتدى يتطور حتى مع الوقت ان انا ازور بقى محميات مصر الطبيعيه وابتدي اتعرف على الحاجات الغنيه كلها اللي موجوده في المواقع يعني. باشمهندس محمود، يمكن زي ما حضرتك قلت ناشونال جيوغرافيك هي قناة كل الناس يعني اللي بتتفرج على الحياة البرية بتتفرج دايما على ناشونال جيوغرافيك، بتبقى طبعا موجودة في أماكن برا مصر. ما صادفناش كتير إن في تصوير الحياة البرية في مواقع جوه مصر. لو ممكن حضرتك تكلمنا عن المواقع البرية الغنية هنا في مصر. هو طبعا لا، في مواقع كتير، مصر فيها محميات كتير جدا غنيه، وخصوصا الحاجات اللي هي في الجنوب ناحيه البحر الاحمر، لان طبعا الكثافه السكانيه هناك قليله شويه عن الحاجات اللي وسط المدينه، وبالتالي البيئه مهيئه اكتر لتواجد الطيور والزواحف والحاجات ديت. انما طبعا بشكل شخصي يعني من المحميات اللي هي انا متاثر بيها جدا محميه وادي الجمال ومحميه جبل علبه، لان دي محميات شبه بكر وغنية جدا بالطيور والحيوانات وحتى الحياة البحرية، لأن أنا بسبب برضو حبي للتصوير اتعلمت الغطس ونزلت أصور تحت المية. كمان تحت المية. حقيقي، فيمكن حضرتك هتشوفي في الفيديوهات والصور اللي مع حضرتك يعني شوية لقطات كده من المحميات دي، وقد هي فعلا مصر غنية بتنوع بيئي كبير جدا يعني. باشمهندس، أكيد خلال بقى جولاتك في المواقع دي أكيد في لقطة عمرك ما هتنساها. احكي لنا عن أغرب لقطة قابلتها خلال تصويرك اللقطات دي في الحياة البرية. هي عموما اللقطات المؤثره فيها جدا اللقطات اللي هي الـ يعني شبه الامومه، اللي هي الطائر وهو مع اطفاله والتشيكس بتاعته يعني. فممكن لو نستعرض الصور في حضرتك توضح لنا صور اكتر. بالفعل احنا بنشوفها مع المشاهدين اهو، يعني ده طائر، لو حضرتك ممكن تعلق لنا عليهم. ده طائر اسمه العقاب النساري او الاسبري، ده موجود في محميه وادي الجمال. ده حضرتك شايفه كان هو بياكل التشيكس بتاعته او الاطفال بتاعته السمكه. هو الطائر ده كمان مميزاته او من سلوكه ان هو بيصطاد السمك بنفسه يعني، ده مش تحط له اكل ياكله، بينزل لازم الميه يصطادوا بنفسه. يصطاد ويروح لاولاده ياكله. فدي برضو كانت لقطه مميزه جدا، لحظه وهو بياكل الاطفال بتاعته، وحتى دي عرضتها قبل كده انا في ناشونال جيوغرافيك الصوره ديت. باشمهندس، يمكن من خلال طبعا متابعتنا للصور اللي بنشوفها مع حضرتك ونشوفها مع السادة المشاهدين، أكيد في سلوك غريب، ممكن أغرب سلوك تعرضت ليه في خلال تصويرك اللقطات دي. هو الحقيقة طبعا قبل كده صادفني موقف يعني غريب شوية، بس أنا مش موجود يعني. كنت بصور طائر، ومرة واحدة وأنا بصور كنت أنا نايم على الأرض يعني، وجه حيوان تاني وقف قدام الكاميرا، فمرة واحدة لقيت إن الصورة كده يعني غيمت، بس كان نفسي أجيبها أوريها لحضرتك بس للأسف مش موجود يعني. طب وكان ايه بقى الحيوان اللي حضرتك بتحاول تصوره ده والحيوان كان اللي واقف كلب. قدام الكاميرا؟ كنت بصور قطقات، حاجة اسمها بلوفر، قطقات كده موجودة على البحر يعني أو البحيرات عموما، واللي جاي قدامي كلب يعني زي ما يكون بيقول لي طب انت يعني مش واخد بالك مني سايبه ليه يعني. بسيبني وبتصوره. ده برضه طائر تاني اسمه الخطاف القزويني او الكاسبيان تيرن، ده برضه كان يعني بيحاول يعني ينجد التشيكس بتاعته كانت نضحت على الميه، فكان بيحاول يطلعه بره يعني يحميه من الخطر يعني. طبعا هي الغريزه طبعا لو حضرتك تاخد واخده بالك هي برضو فيها يعني الامومه طاغيه طبعا على نفس السلوكيات اللي موجوده في صحيح. البشر يعني، اللي هي الحمايه ويخاف عليه، وخصوصا هم كمان يعني الحيوانات عموما بتجيد فن التخفي، فوانس ان هو بيبتدي يظهر او بيبقى عرضه لاي حاجه فبتلاقي السلوك يعني فعلا في شده كده، الحب والحنان اللي هو عايز يضمه تاني ويرجعه تاني لاصل فترة الحمايه الأمومة بتاعته، أكيد. فطره بالظبط. باشمهندس، اللقطات دي بتاخد من حضرتك وقت إيه عشان تصورها؟ لا طبعا بتاخد وقت ترتيب وتجهيز قبل حتى ما بننزل نصور، لان احنا الطبيعي ان انا بتنزلوا مجموعة يعني. بننزل مجموعه، احنا كلنا يعني اصدقاء بنحب الطبيعه عموما والاماكن، فبننزل قبل ما بننزل بنحدد المكان، بنتوقع ممكن نشوف ايه، بنتوقع سلوكه وشكله عامل ايه عشان برضو احنا مأمنين نفسنا كويس، وفي نفس الوقت نبقى فاهم واحنا وكمان بنتعامل. معانا فيديو زي ما بنتابع مع حضراتكم. ده طائر اسمه البراون بوبي او الاطيش البني، ده يعني مش موجود يعني بكثره، مش منتشر قوي الا في السواحل البحر الاحمر عموما يعني، ده مع التشيكس بتاعته هو في العش. ف كل اللقطات دي باشمهندس هنا في مصر. كل دي في مصر، دي في جزيره اسمها روكي، في يعني تتبع جبل علبه. ده برضو العقاب النساري هو جايب السمكه لو حضرتك شايفاها،
جايب السمكة وهبتدي أكل التشيكس بتاعته. يعني الأب جاب له السمكة وساب للأم السمكة تأكل بقى الأولاد بتاعتها. فهي حياة متكاملة، يعني أكنها بالظبط يعني نفس اللي موجود في الأسر، يعني يعني بيأكلوا ويخافوا وكل حاجة. وفي نفس الوقت إحنا بقى كمان كبشر المفروض إن إحنا نحافظ على السلوكيات دي ونحاول بقدر الإمكان يعني نحميها، يعني نحاول نحميها. نحميها بالظبط اكتر من ان احنا نحاول. بالظبط حتى يمكن في ناس عندها للاسف بيعتبروها موهبه او بيعتبروها هوايه، هوايه لا عفوا، للأسف إحنا محتاجين توعية جامدة جدا في ان هم الموضوع ده. يجمعوا او ان هم يصطادوا الحيوانات دي، آه وده بيأثر بيعمل خلل في التوازن البيئي جدا طبعا. جدا جدا بشكل كبير يعني. طيب باشمهندس، يعني احنا كده اتكلمنا عن الطيور وعن اللقطات اللي حضرتك صورتها هنا في مصر، لو ممكن تكلمني عن يمكن سلوك الحيوانات المفترسة، غريزة الأمومة عند الحيوانات المفترسة. احنا بنشوف طبعا حيوانات مثلا زي الأسود والنمور بنخاف منها، اه مظبوط هي مع يعني لو حضرتك قلت لي ان حضرتك سافرت بره اه مظبوط وشفت الحياة دي بالفعل كنت موجود فيها وصورتها، مظبوط. السلوك ده سلوكهم عامل ازاي؟ هو طبعا مصر يعني الحياة المفترسة فيها قليلة جدا يعني حتى ما بتظهرش كتير يعني، انما بره زي في افريقيا ويعني اشهرهم كينيا وتنزانيا بالمحميات اللي فيها، وخصوصا كينيا طبعا لان التنوع فيها كبير على مساحة ارض اصغر شوية. يمكن اشهر محمية اللي هي ماساي مارا، فيها طبعا تنوع بيئي كبير وحيوانات كتيرة يعني. هو عموما الحيوانات المفترسة يعني بتبقى القصة كلها يعني وانس ان هي شبعت ممكن يبتدي يحصل ألفة، بس طبعا ما بين الناس اللي هي يعني واخد عليها يعني. يعني طبعا الأسود هناك بتتغذى على الحمار الوحشي، الزبرة والغزلان والحاجات دي كلها. يعني وانس ان هو كل بتبقى بعديها على طول فترة ممكن يحصل يعني ايه شيء من الألفة والتعامل معاها، بس طبعا عن طريق أهل الخبرة وأهل المكان يعني. لأن طبعا في الحقيقة تكتشف هناك إن في قبائل عايشة في وسط الحيوانات، فطبعا دي ودول طبعا بيبقوا عارفين بيتعاملوا معاهم طبعا ازاي. طبعا باشمهندس، زي ما حضرتك قلت يمكن بتنزلوا بمجموعة مجموعات ومدربين وعارفين انتوا بتتصرفوا ازاي في خلال تصوير المواقع دي، مظبوط. لكن لو حد عادي خالص عايز يروح يزور الأماكن دي ويشوف الحيوانات دي، هل ممكن ولا ممكن يبقى فيه خطورة عليه لا لو مش مدرب؟ يفضل ينزل مع حد طبعا يعني يكون فاهم او طبعا يقرا كويس، لان هي طبعا الموضوع مش يعني مش ينزل وخلاص. هو يعني الموضوع لا ده يعني علم وليه ترتيب، وحتى الكاميرا اللي هينزل بيها ده يعني الموضوع محتاج طبعا دراسة حتى وترتيب لو كبير، لمجرد زيارة مش للتصوير. حتى لو للزيارة، لان هو ممكن يعرض نفسه للخطر وهو مش عارف. يعني زي ما قلت حضرتك ان طبعا الحيوانات والزواحف والحاجات دي بتجيد جدا فن التخفي، فممكن يعرض نفسه لخطر هو مش داريان يعني. مهندس محمود، حضرتك كمان قلت لي انه نزلت تحت المية وصورت مظبوط. الحياة تحت المية، الحياة تحت المية بقى بتختلف ازاي، تصويرها بيختلف ازاي عن تصوير الحياة البرية؟ هو طبعا الشغف واحد، الشغف واحد طبعا. هو الشغف الاساس فيه ان هو انت بتحاولي تستكشفي العالم دوت والسلوكيات الجديده والمناظر الجديده. طبعا بتختلف شويه من حيث المعدات طبعا مختلفه تماما. طبعا لازم تبقى مؤهله كمان، ففي كورسات بتاخديها غطس وحاجات كده طبعا. طبعا. فالموضوع طبعا يعني في مجهود اكتر شويه، انما في الاخر وانس ان انت بتوصلي لاشباع الرغبه ان انت تشوفي الحيوانات وتحافظي عليها وتتفرجي على الجمال ربنا سبحانه وتعالى، طبعا بتبقى يعني ميزه كبيره جدا الانسان بيوفرها لنفسه يعني. أكيد. باشمهندس، حضرتك محضر لنا فيديو عن السلاحف، مظبوط؟ اه تصوير مظبوط. هي السلاحف بتبيض. اه بالظبط. الأمومة بقى عند السلاحف، والسؤال غريب شوية، الأمومة عند السلاحف، السلاحف عندهم عادات مختلفة شوية. هو طبعا دي يمكن حاجه من الحاجات اللي الصراحه اثرت في الواحد جدا. انا يعني هي زي الرحله ما احنا شايفين كده. اه بالظبط كده، دي لحظه وهي بتنزل بتضع البيض بتاعها في الحفر. هي السلاحف عموما يعني بتبقى الوقت بتاعها دي في الليالي القمريه، لازم يكون القمر مكتمل، فبتبتدي تطلع من الميه تمشي على الجزر او المكان اللي بتروح فيه، تبتدي تحفر تحط البيض بتاعها. طبعا برضو من السلوكيات بتاعتها ان هي ممكن تعمل حفره واثنين وثلاثه حاجات وهميه عشان تضلل لو في حد متابعها، يعني عشان برضو من تفضل مأمنه الصغار بتاعها بعد كده لما بتطلع يعني. فدي طبعا لحظه انا اول مره اشوف يعني كائن بيبتدي يضع البيض ويرجع تاني للميه يعني. يعني يمكن متهيألي الحيوانات باشمهندس
خصوصا لما بيكونوا حاجه تتعلق زي ما حضرتك قلت بالبيض بتاعهم او ان هم يخبوه او الكلام ده، بيكونوا حساسين جدا ان ما يكونش حد شايف او يكون حد موجود. مظبوط. ازاي حضرتك بتاخد احتياطاتك بقى عشان تقدر تتخفى في مكان انك تقدر تصور اللقطات دي زي ما شفناها بالطريقه القريبه جدا دي؟ هو اللي بيحصل ان احنا زي ما بقول لحضرتك احنا عارفين السلوك بتاع الحيوان بالظبط اللي بيتم، وبنتخفى لحد من لحظه معينه لما بتظهر، يعني لحظه وضع البيض خلاص الكائن كان مش هيهرب. خلاص دي لحظه كده يعني اموميه 100%، فهو مش هيسيبك وتبتدي يرجع خلاص، لا هو لازم يكمل يعني حتى يكمل، لو حس بيك. حتى لو حس بيك خلاص هو لازم يكمل عمليه وضع البيض. بس طبعا بيبقى طبعا ليها برضو ظروف وشروط معينه، يعني برضو مش محتاج اضاءه، مش محتاج نويز كتير حواليه، مش محتاج اعداد كتيره. وانس يعني اللحظه دي الظروف بتيجي دي كلها متوفره بنبتدي نظهر بالاحتياطات المطلوبه وناخد اللقطه نسجلها. يعني باشمهندس محمود، يمكن في الاخر عايزه اسال حضرتك، كنا بنتكلم عن قناه ناشونال جيوغرافيك وقد ايه هي بتعرض حياه بريه في اماكن كتير جدا، وزي ما حضرتك قلت يمكن الاماكن البريه عندنا في مصر والمحميات شويه مش واخده حقها. حقيقي. شايف ازاي ممكن ان احنا نسوق اكتر للمحميات والمواقع البريه في مصر؟ والله انا شايف يعني لازم تحصل حملات توعيه كبيره جدا، لازم تحصل الشراكه ما بين وزاره الصحه ووزاره البيئه، لازم التعدل المباني والحاجات المحميه دي لا نخلي بالنا منها شويه، يبقى في ليميت، ونبتدي نحافظ على البيئه للحيوانات. يعني صحيح. السلوكيات البشر اللي بتتم في التعدي على سواء الشعب المرجانيه او الطيور عموما او الصيد الجائر اللي بيتم، صحيح. فالحاجات دي كلها لا محتاجه يعني شغل كبير، لان احنا فعلا عندنا ثروات رهيبه مش هيعرفها الا اللي نزل شاف. يعني ممكن يكون في كلام انشا كتير بيتقال، انما لما حضرتك تنزلي الفيلد فعلا بالضبط. وتشوفي الحاجات ديت لا هتحس قد احنا عندنا ثروات، وخصوصا لما بنسافر بره بندفع فلوس جد كتير جدا عشان يعني يتفرج على ما المشاهد تخيلش الموجوده ان ده عندنا. موجود عندنا. ده حقيقي. يعني صحيح. انا من ضمن الحاجات الشغف المستمر ده ان كل يوم في جديد وكل يوم بنكتشف جديد، فنتمنى طبعا يعني بصوتكم وبصوت الاجهزه المعنيه كله ان هو يعني نتكاتف ونحافظ على الثروات ديت. يعني ان شاء الله. باشمهندس محمود الشامي مصور الحياه البريه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. جدا على شكرا طبعا جزيلا. كل المعلومات والصور كمان والفيديوهات اللي حضرتك متشكر عرضتها جدا، لنا وانا النهارده. سعيد بحضرتك. الله يخليك. انا اسعد شكرا بحضرتك. صباح جدا. الخير على صباح حضرتك. الخير يا حبيبي. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، خلينا نطلع لفاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم على طول.